برحب بحضراتكم مره تانية وكملنا حديثنا ومكملين مع نجومنا النهارده في الاستوديو طبعا النقاد الرياضيين استاذ جمال الزهيري واستاذ ايمن ابو عيد، وحديثنا اكيد هيكون عن الاهلي والزمالك في دوري الابطال، واكيد طبعا الاشقاء بيراميدز وفيوتشر في الكونفدراليه الافريقيه. يهمنا جدا جدا ان شاء الله الاربع فرق يكملوا في البطولات الافريقيه، ونشوف الاثنين او الاربع فرق يوصلوا للمباراه النهائيه. دي هتفرق كتير جدا مع الشكل الكره المصريه وسمعه الكره المصريه الحقيقه في الفتره القادمه، وتبتدي بقى تبني عليها للمراحل القادمه بالنسبه للانديه المصريه في البطولات الافريقيه، وفي نفس الوقت منتخب مصر ان شاء الله الاولمبي والاول عندهم برضو ماتشات، تبقى الامور كده حلوه والجماهير المصريه تبقى مبسوطه. كل ما بتتفرج على مكاسب كل اكيد ما هنبقى مبسوطين بشكل كبير. استاذ جمال تحياتي لحضرتك، منورنا والله. حضرتك اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك. الحمد لله. استاذ ايمن برحب بيك ومنور. منور يا كابتن فاروق، كل سنه وحضرتك كل طيب. كل سنه وانتم طيبين جميعا. رمضان خلاص اهو، شعبان ورمضان ده ان شاء الله. كل سنه طيبين. طيب في البدايه ما فيش شك الاهلي والزمالك ماتشين مهمين بالنسبه للفرقتين ولجماهيرهم، وبالتالي هبتدي بالاهلي. الماتش الجاي راي حضرتك في الماتش، خصوصا ان البعض يقول لك الراجل برضو فنيا ما اشتغلش صح، ما قراش ماتش سان داونز، وبالتالي كانت الهزيمه قاسيه على النادي الاهلي. الماتش الجاي يعمل ايه؟ خصوصا ان هو بيلعب بره ارضه وتقريبا نفس الاجواء ونفس التوقيت اللي هو ما بيحبوش لعيبه النادي الاهلي، ما بيحبوش اللاعب المصري، يعني اللي هو الساعه 3 4 تقريبا في الكاميرون، هيكون الساعه 4 تقريبا، هيبقى في الوقت تقريبا. يعني هو اولا موضوع توقيت اقامه المباريات، انت مضطر انك تتعامل مع هذه النوعيه من المباريات. الفريق الموجود هو اللي عايز يلعب كده. موضوع حراره الجو مش حراره الجو، احنا برضو الاجواء مش بعيده، يعني انا عايز الغي كل العوامل اللي هي ممكن تبقى الناس لما يسمعونا يقولوا دي شماعات. الاهلي لو في حالته الطبيعيه كفريق على ارض الملعب يعني ما كانش هيخسر بهذه الهزيمه، يعني ممكن يخسر انما بهذه الهزيمه الثقيله ده صعب جدا طبعا. ما حدش كان متخيل، ومحدش بيتوقع. ما عارفين ان احنا فرقه جامده، يعني صن داونز فرقه جامده، لكن ما كانش حد متخيل تبقى بالشكل ده للمره الثانيه يعتبر. ولو نتذكر مباراه الذهاب اللي كانت هنا في مصر، يعني برضو النادي الاهلي لو في حالته الطبيعيه ينهي المباراه لصالحه، صح، يعني بالفوز يعني، صح. فنقدر نقول انه اجمالا الموقف معقد، او عايز اقول انه سواء للاهلي او الزمالك، خلينا نتكلم على الاهلي دلوقتي. لعيبه الاهلي هم اللي عقدوا الموقف بالنسبه لهم. وعايز بس ارجع برضو مع حضرتك في حاجه، في كلام كتير عن المدرب كولر. كولر من شهر تقريبا قبل ما يبقى في كاس عالم للانديه ويشترك النادي الاهلي، وكل الناس كانت بتشيد بيه. كويس. ده مش دفاعا عنه على فكره، بس انا اللي عايز اقوله ايه، ان مباراه سان داونز الاخيره حتى لو المدير الفني غير موفق في اداره المباراه، يعني لكن لو انت سالت اي حد حط لي تشكيل للمباراه مش هيختلف كتير. تمام. هو اللي اختلف حاله لعيبه النادي الاهلي في هذه المباراه اثناء المباراه. طب بتفسروا ايه؟ يعني اصل البعض يقول لك ده اجهاد، انا مش شايف يعني فكره اجهاد وانا في نص موسم، ما كملتش حتى نص الموسم. لا، وحتى لو برضه مش حابه، حتى لو في بعض اللعيبه عندهم اجهاد مش هيبقى كل الفريق. يعني خلينا برضه واقعيين. ويمكن انا الناس بتنتقد كولر ان هو مش مثبت تشكيل، ده حاجه من الحاجات طبعا، من ضمن الحاجات اللي بينتقد عليها. وان هو بيشرك اكبر عدد من اللعيبه اللي عنده للقضاء على مشكله غياب اللاعبين الاساسيين، يعني للاصابه للاجهاد لاي شيء بقى عنده بدائل. لكن الحقيقه انه كل لعيبه الاهلي في هذه المباراه ما كانوش في حالتهم الطبيعيه. طب معلش يا استاذ، اتفضل. خلي بالك البعض معانا شاركنا في النقطه دي، البعض كان متوقع ان شكل الاهلي هيكون مش حلو. ليه بقى؟ بص الماتش المقاولين، بص الماتش الداخليه. طيب انا مش مختلف، بص على المستوى الفني اللي انا كنت شايفه مش وحش في كاس العالم للانديه، لكن ما حدش كان متخيل ومباراه الهلال طبعا. بص انا مش مختلف مع حضرتك، فكان متوقع ان الشكل يعني مش حلو، لكن الهزيمه هي بس
اللي كانت زياده قوي وتقيله قوي. لا بس الشكل اللي انت بتقول عليها كابتن محمد كان يشير بانه ممكن تحصل حاجه زي كده على مدار الماتشات اللي فاتت. انا بتكلم فيه لكن مش قصدي هي مش حالتهم في نفس اليوم. ما يؤخذ يمكن يعني هي مش حالتهم في نفس اليوم. انا لا ما انا عارف ما بقول لك ما يؤخذ. ما انت ممكن يبقى مستواك مش كويس لكن مستوى المنافس ما يتعبكش. لكن لو مستوى زي اللي احنا شفناه زي سان داونز هيستغل اخطائك وهيستغل ارهاقك يعني هيعمل بدليل ان النادي الاهلي في ماتشات كتير كان بيبقى هو متقدم في النتيجة ويحصل تعادل مثلا في اخر دقيقة او هزيمة او سكور اكتر في الاهداف زي ما حصل في امام ريال مدريد في دقيقتين في اربع خمس دقايق النتيجة بدل ما هي 2-1 وفلامينجو برضه بقت 4 ونفس الشيء امام فلامينجو. يبقى اذا في حاجة مش مظبوطة بس انا بحمل جزء كبير من الموضوع طبعا اللي حصل حصل لكن انا بحمل جزء كبير للعيبة نفسه. تمام. بدليل ان هجيب لك مثال من الفريق سان داونز. سئل مدرب سان داونز بعد المباراة على ان لعيبته بتشوط واحرزت من اهداف تصويبات او تسديدات من خارج منطقة الجزاء. فهو قال ده مش احنا متفقين عليه. ده تصرف اللاعب في لحظتها. هو لقى الاجواء مناسبة ان هو يشوط من هذا المكان. ما هو موقف اللعيب بتعرف عايز لموقف. عايز اطلع منها بحاجة قبل ما الاستاذ ايمن يعني يدخل معانا. عايز اقول انه لو المدير الفني مديك تعليمات كفريق ان انت ما تلتزمش بالجانب الدفاعي وتهاجم ماشي انت على ضوء انت كلعيب وانت جوه الملعب بتحس لازم ما هو مش كل ما يعني يأمر به المدرب بيتنفذ. في ظروف داخلية في الملعب. في ظروف داخلية بدليل انه لو حد عمل كده وحافظ على النتيجة بشكل معين يعني الاهلي اتعادل بعد 10 دقائق من التقدم من سان داونز وكان ممكن تبقى بداية له اثناء المباراة. طبعا دي هتفرق كتير كتير. الشوط الثاني رغم تقدم سان داونز 3-1 احرزت هدف فكان ممكن تبقى النتيجة قريبة 3-2 كان ممكن يبقى فيه ما رجعتش برضو. فعدم تقدير قوة الخصم او المنافس دي نقطة جوهرية. انت قلت حاجة خلتني برضو في ناس بتتكلم عليها او الخبراء بيتكلموا عليها عملية القائد في الملعب ودي مهمة جدا. طبعا انا حاسس كلعيب اللعيبة بتلم نفسها ان في مواقف معينة بتتعرض ليها ممكن مدرب عقبال ما يقول لنا ما بين الشوطين او يدي تعليمات. لا ولو المدرب اداك تعليمات يا كابتن وانت مش قادر تنفذها المباراة تروح منك. صح. استاذ ايمن برضو نفس الوضع بالنسبة للاهلي برضو انت شايف الاسباب وكيفية الخروج بقى من المأزق ده في ماتش هو ماتش برضو صعب في اجواء صعبة وفريق عايز برضو يبقى فيه يعني شكله حلو في البطولة يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا استكمالا لحديثك والاستاذ جمال يعني هو مش هيختلف كثيرا لكن انا شايف يعني احنا لما نرجع للمباراه هي يعني المقدمات كانت توحي انك انت ممكن توصل لده. هي صعب طبعا النتيجه لكن انت لو ما ترجع حتى من مشاركتك في كاس العالم للانديه انت خسرت ماتشين في الدقائق الاخيره وخسرت نتيجه قريبه جدا من النتيجه اللي حصلت اللي هي 4 يعني فرق واحد مش من 4 5 من 4 مش كتير تعتبر نتيجه ثقيله في الكوره. في نفس الوقت جيت خسرت مع الهلال خارج ملعبك وده ما كانش بيحصل. انا شايف في حاله للاسف احنا الاعلام في مصر بداري. انت جيت رحت لعبت مع اسوان طلعك السماء وبعدين نغمت الارهاق والتعب. انا مش شايف ان ارهاق وتعب ايه. احنا لسه زي ما انت بتتكلم احنا لسه في نص الموسم. ده الكلام ده اقوله لو في نهايه الموسم. وبعدين انت بتقول لي انا ازاي العب المقاولين واروح العب مع سان داونز. طب ما هو سان داونز النهارده لاعب وكسبان 5 كسب 5 النهارده 5-1 وهيلعب يوم السبت مع الهلال. ويعني هو اللي هيسافر من بلده للسودان يعني السودان والقاهره مش محدش طلب التأجيل هناك ومحدش قال ان انا ريحوني ولا ادوني البراح. احنا
كإعلام للأسف بنخدع الجمهور بدل ما نتكلم على السلبيات الحقيقية اللي في الأهلي والزمالك اللي بتوصلهم لهذه المرحلة من هذا التراجع اللي احنا بنشوفه. لكن احنا نقعد ندور على الشماعات زي ما بعض الزملاء الإعلاميين طالعين يقول لك انك انت ما ريحتنيش في اتحاد الكره، ما ريحنيش في او لجنه رابطه الانديه ما عملتليش الجدول وريحتني ولغت او اجلت ماتش المقاولين، انه احنا ازاي نروح نلعب في الظهر؟ طب ما هو ده حقه، انت لو جيت هنا قلت له العب، طب انا ليه اقول لك عشان في اضاءه ما ليه ما لعبناش؟ وبعدين ايه التدليل اللي احنا بنعمله؟ طب ما الرابطه قالت ان احنا هنلعب في الظهر، ما بنلعبش ليه الظهر؟ ولا ما انت بتروح تلعب في اسوان ما لعبت الظهر، ما انت لاعب في اسوان الظهر صحيح وكسبت اسوان والدنيا هيصت بيك، واللي اتعمل لك في ماتش اسوان ما اتعملش، والناس كلها قعد الاهلي عاد والاهلي عاد والاهلي عاد بعد كاس العالم للانديه. الخلل برضو في الجهاز الفني، انا ما بعفيش الجهاز الفني، الجهاز الفني مسؤول مسؤوليه كامله على اللي بيحصل ده. انت شايف الاهلي بيتراجع من كاس العالم، انت مش قادر تصمد 90 دقيقه، خدت اربعه وخدت اربعه وبعدين جاي الفرقه دي لعبتها هنا بين ماتش القاهره وماتش هناك ما كملتش اسبوع. انت شفت الفرقه دي عملت ايه في القاهره؟ صح. انت اوعى تقول لي انت طالع تعادل بطعم الفوز ليك، هو طالع بتعادل بطعم الخساره ليه، لان هو كان ممكن يكسبك هنا 3-4 لو هو كان موفق في طريقه لعبه صحيح. هو انت رايح، انت رحت الماتش عاوز ايه؟ انا رايح الماتش ده وعارف حساباتي، انا عاوز ايه من الماتش، مجهز ايه وشايف انا عاوز ايه اللي هاخده، انا عاوز نقطه ولا عاوز الفوز؟ اذا طريقه اللعب ما كانتش سليمه طبعا. انت لو رحت ولعبت على النقطه، انت لو جبت اي مدرب مصري من اللي بيدربه في انديه يعني اقول الصف الثاني هتقول له بتلعب الاهلي او الزمالك هتعمل ايه؟ هيقول لك اقفل دفاع واطلع بنقطه. يا صابت معايا وطلعت بنقطه، انا بعتبر التعادل مكسب لي. لكن هو انت لو رحت لعبت تعادل وبتلعب جيم مفتوح، انت بقيت تايه في الملعب، لا مهاراتك قدهم ولا سرعاتك زيهم، واللعب كواحده واحده مختلفه تماما. ايوه مختلف، وبعدين هو مختلف. كمان عنده الجمهور، انت ما عندكش جمهور. لكن انت تيجي تقول لي دلوقتي شمعت الشمس الحراره والطقس، الكلام ده عفى عليه الزمن. ده احنا استاذ جمال لما كنا لسه داخلين المينا كنا بقول لك ايه، ارتفاع فوق سطح البحر وقله الاكسجين. لا، وكانوا اللعيبه ما زمان كانوا بيسافروا مش بطيارة، رحلة خاصة. انت بسافر. كانوا بيسافروا، كنا بنركب ايه ده، بتركب 20 مواصلة بتنزل ترانزيت في كذا حته، يعني تروح وممكن في اتوبيس كمان تروح المدينه. ده كان في دلوقتي لو في مطار في المدينه خلاص الاهلي بيروح بطياره خاصه، الزمالك بيروح بطياره خاصه. لا، في زامبيا مثلا احنا لعبنا كان النادي الاهلي في كتوي دي اللي هي اقليم النحاس، تنزل لوزاكا، تنزل اول نيروبي لوزاكا، لوزاكا اندولا كتوي، وبعدين تركب اوتوبيس زي طيارات عسكريه. يعني كانت حاجات بدائيه، طبعا الوضع اختلف ووضع مريح اكتر للعيبه. لا، في راحه يعني. ما تجيش تقول لي في حاله السهوله اللي احنا فيها دي. انا والله امبارح قلتها انا بحذر كولر وفرير، ما تجيش تقول اجهاد وتلاحق مباريات. نفس الفريرا برضه، الماتش اللي جاي ما بيقبلش فكره انك تقول مثلا لا انا تعبان وانا يمكن لو لا قدر الله حصل حاجه. في نقطه برضه يا كابتن فاروق، هو في مباريات اللي هي الدوري المجموعه ده هو تجميع نقاط صحيح، يعني ما حدش يقول ان هو يلعب مباراه هجوميه عشان يكسب برصيد اهداف. انت بتلعب على انك في خلال بتلعب اربع مباريات بتجمع فيهم كذا. طيب، خمس مباريات، ست حلو مباريات، عشان بس انهي الاهلي عشان وقتنا برضو اخش على الزمالك بعد كده لان عندي فاصل. خلاص يبقى حلو قوي الماتش الجاي، فكره التجميع بقى النقاط هنا ولا ده وضع مختلف؟ بص، لم يعد امام النادي الاهلي. الاهلي مشكلته ان هو مش بايده، يعني الفرصه بس يعمل اللي في ايده، لانه برضو احنا يمكن من ضمن السيناريوهات انت رايح دلوقتي ممكن ظروف المباراة تخدمك وانت ما تخدمش نفسك. هو يجب اولا ان تفوز باذن الله على القطن الكاميروني، دي حاجة. الحاجة التانية بعد كده هتبقى مباراتك انت مع الهلال. واخبارك هي برضو هتكون سيبك من احتمالات الاخرى، يعني ارجو لعيبة النادي الاهلي ما يفكروش
غير في حاجه واحده. ما يفكروش ازاي جمال والاعلام بيتكلم. نعم. وبنشكك من دلوقتي انه صن داونز مش هيلعب بالصف الاول. لا لا سيبك من الحاجات الكلام دي كلها. الكلام لا لا ده طبعًا. الكلام ده عيب عيب لما احنا كمصر او كاعلام مصر نقعد نتكلم في ده. هل احنا نقبل ده يتقال على الاهلي والزمالك؟ ما هو ده احنا بنردده. مش مسؤوليه يا راجل ده وصل بينا لدرجه يعني البجاحه. مسؤوليه الاعلام انه الناس بتسال مسؤولين في صن داونز هتعملوا ايه؟ هتلعب بالصف الثاني؟ انت هل ممكن تفوت مين اللي بيسال؟ المصريين بس الإعلام. هو في ذاته نفسه ده يعني سؤال مطروح لان هو ضمن الوصول. هو ضمن الوصول من تاني انت هتريح لعيبتك. ما انا برضه يعني على حسب برضه عايز اكمل يعني. التشكيك يعني التشكيك لا عمليه التشكيك لا هو حتى على المستوى. بس خلي بالك برضه يا استاذ ايمن ما احنا برضه السنه اللي فاتت شفنا امام الزمالك برضه في موقف معين برضه كان في بعض التهاون في مباراه من المباريات. بس انا لما ارجع يعني عشان الزمالك يخرج ارجع لنتيجه الهلال وصن داونز هناك كانت كام؟ كانت 1-0. يعني الهلال ما خسرش من صن داونز 5 ولا 4 ولا 3 يعني خسر بواحد. لما يرجع هو يتعادل معاه او يكسبه طبيعي. احنا الوضع الحالي نقول ايه؟ انه مش نهاية العالم. حتى مش نهاية العالم انك تخرج من البطولة. صح. عادي جدا وارد. انت عارف انت النادي الاهلي بيوصل بقاله كام سنة وعامل نتائج كويسة جدا. امام الازمه اللي هو فيها حاليا يعمل اللعيبه لازم تعمل اللي عليها. طيب سؤال باللعيبه وحضراتكم السؤال ده. هل في لعيبه كانت بره تركيزها بقالها فتره؟ في لعيبه مشغوله بحاجات تانية جوه الملعب غير الكوره ده بتشوفوه في الملعب؟ انا كلاعب كوره لا هو انا اللي شفته في فريق الاهلي قدام صن داونز مش فريق الاهلي. اللعيبه كلهم تايهين مش فقط ده. يعني فاقدين التركيز ما اعرفش ولا أيوة عارفين يقفوا ولا عارفين يوزعوا نفسهم. وانت كنت اشرت لحاجه مهمه جدا ووجود القائد في الملعب. مين القائد في النادي الاهلي؟ مفيش قائد في الملعب. يعني في لاعب لازم الشناوي هو اصلا كان عاوز اللي يوجهه. يعني ممكن يبقى عندك مثلا حمدي فتحي مثلا ممكن يقوم بهذا الدور او اي لعيب شايف الرؤيه. مش شرط ان هو راجل يكون مش لازم لعيب كبير في مش لازم يبقى هو الكابتن رسميا. لكن في زي ما بنقول كده تبقى وقفه رجاله بقى في الماتش ده. يعني انا مش عاوز اقول لك ان انا مش بحزن يعني انه معلول اللي هو المحترف بتبقى كنت شايف عنده روح اكتر من لعيبه الاهلي من اللعيبه المصريه كمان. وبيرسي كان هايل الصراحه. لا صراحة هو نجم الأهلي في المباراة. يعني لا كقيادة ممكن يكون علي معلول الأقدم والأكثر خبرة يعني اللغة برضو والأخذ طبعا. طيب يعني الماتش اللي جاي الأهلي يكسب بسهولة ولا هتبقى الأمور صعبة؟ الوضع الطبيعي يكسب بسهولة. الوضع الطبيعي يكسب لكن بسهولة. أنا في ظل الأجواء اللي حاصلة والكلام اللي بيتردد واللي واصل ليهم أكيد كلهم بتابعوا الإعلام. انا يعني ما اقدرش اقول لك انه انا اشك انه النادي الاهلي يحقق الفوز. لا هي مباراه لعيبه وانا عندي ثقه ان لعيبه النادي الاهلي هيكونوا خدوا الدرس من المباراه السابقه. صحيح. او المباريات السابقه صالح جمهورها لان الموضوع هو انت عارف بقى جمهور النادي الاهلي بقى ماتشين ورا بعض هم ما قدامهمش حل. احنا اللعيب عندنا الروح برضو يعني النتيجه قصره بس هم ما قدموش حل دلوقتي والفرص مش بايديك. ما هو برضو انا اكسب بس هي برضو بتبقى يعني ايه. عشان كده انا بقول لعيبه النادي الاهلي تشيل من دماغها كل الضغوط دلوقتي. انت قدامك مباراه معلش انت قدامك صح مباراه صح. وبعدين فرقه يعني عيب جدا يعني حتى في تاريخ انها ما حققتش ولا فوز ولا تعادل. تيجي تعمل ده معاك انت؟ لا يعني ان شاء الله مش هيحصل. ان شاء الله هو طبعا يعني تخوف لكن ان شاء الله مش هيحصل. اسمحوا لي نطلع لفاصل رجع بعد الفاصل برضو بقى نخش برضو في الزمالك ومباراته الشبيهه بالنسبه للنادي لانه لا بديل برضو ايضا للزمالك عن الفوز ان هو يرجع برضو بالثلاث نقاط في دوري الابطال ومباراته امام شباب بوليستاد. نطلع لفاصل ومكملين مع حضراتكم. رانيا عمالة تقول عليك كلام أنا ما صدقتش إزاي بتقول عليك.
طيب هنكمل مع حضراتكم مع استاذ جمال الزهير استاذ ايمن ابو عيد وحديثنا بقى عن نادي الزمالك وبرده فرصه في الماتش القادم. استاذ جمال برده الزمالك موقف الزمالك ما يختلفش كتير بس افضل شويه من الاهلي افضل شويه في انه مش مرتبط بنتائج الاخرين يعني لو هو كسب الماتشين القادمين اعتقد انه خلاص كده يبقى بس الموضوع مش سهل خلينا واقعيين برضو انك تكسب شباب بلوزداد هناك ممكن انا بقولش مش ممكن بس فيها صعوبات صعوبات يعني ليه بقى عشان الزمالك اتغلب من ام بي ولا لا اصل الزمالك مثلا في البطوله نفسها كسب الترجي لا الزمالك اصلا نتائجه مش خسر قدام الشباب هنا او خسر صح هو خسر من شباب بلوزداد هنا لكن هي الفكره انه الزمالك نفسه اداؤه يعني مهزوز جدا من فتره انا مش يعني فاهم ما كانش حد يتخيل مش فاهم الزمالك بعد الفوز على الترجي ان هو هيرجع يخسر من انبي في الدوري صحيح وبالشكل ده كمان وقبلها في سلسله من النتائج الغريبه يعني من بدايه من اسوان الزمالك تقريبا ما كسبش غير ماتشين من بدايه السنه ايوه من سنه 2023 كان سموحه وفيوتشر حاجه زي كده طبعا سموحة. بيمر يعني بمرحله صعبه برضو جدا يعني انت بتتكلم تقريبا الزمالك الموسم ده من بدايته حوالي 10 هزايم سواء بقى في بطولات افريقيا او في الدوري يعني والدوري فطبعا نتائج صعبه غريبة. طبعا طيب عشان يكسب المدير الفني فريرا يعمل ايه يشتغل ازاي يشتغل على انه يكسب المباراه يعني برضو هي نفس الفكره في الاهلي فكره تغيير الخطه دايما باستمرار اللاعبين نفسهم باستمرار هو المفروض ما انت المفروض مش بتلعب بطريقه واحده انت بتلعب على حسب قوه المنافس وعلى حسب مفاتيح لعب بس المنافس اسمح لي يا استاذ جمال استاذ ايمن انا كفريق كبير زي الزمالك انا عندي سيستم لعب زي ما انا شفت كده سان داونز لما لعب الاهلي هنا هو اللي هناك مين سان داونز؟ سان داونز وهو اللي النهارده ايوه بس انت فاهمني قصدي الكلام ده لما يكون الفريق في حالته انت النهارده بتتعامل معلش مع فرق انا بتكلم على الفرق المصريه طبعا عندها مشاكل فنيه ف يعني مش مكتمله يعني سان داونز يلعب في اي مكان باي طريقه ما عندوش مشكله انما لما يكون انت عندك مشاكل فنيه لا لازم تعرف تواجه الفريق المنافس على حسب ما هو طبعا امال ايه بيتفرجوا عليه ليه بيتفرج على الفريق قبل ما يلعب مشاكل فنيه ايه والصفقات اللي انت جايبها بتاعت التعاقدات لغايه النهارده الصفقات دي ما عملتش طب انت جبتها ليه اذا ما فادتنيش اللي حصل ان هو جابها خلاص ما هو بقى هو جابها خلاص خلاص ما هو جاب خلاص لعيبه ماشي هو خلاص جاب لعيبه واللعيبه دول لغايه النهارده ما قدموش الحلول اللي للازمات والمشاكل اللي موجوده صح. مش على نفس المستوى اللعيبه اللي مشيت طيب. يعني استاذ ايمن لو عندك تفسير لموقف الزمالك وشكله ليه بيحصل كده ليه فريرا نفسه بيمشي على سطر ويسيب سطر اللعيبه نفسها بتمشي على سطر انا شايف فريرا بعد انت ما قلت له بالسلامه وتفضل يمشي ورجعته تاني انا ازاي اثق يعني ازاي ادي اللي عندي انا وهو كمان يوافق انه يرجع لوحده ما هو وافق عشان الفلوس عشان الشرط الجزائي يعني انت ليك فلوس مش هتاخدها تعال ارجع عشان تاخد فلوسك هل ده منطق انا اشتغل ازاي وانا كاداره كنادي ازاي اثق في واحد انا مشيته واثق بعد كده انه هيديني كل اللي عنده يعني انا ولا اللعيبه كمان اللي حاسه انه ده واقف عليه بقول له لو ما كسبتش الترجي هتمشي لو ما كسبتش مش عارف ايه هتمشي يعني في وضعيه غير مستقره في حاله يعني ما بتحصلش يعني انا لاول مره ممكن اشوفها في العالم يعني انت مدرب مش مقتنع بيه وافقدته ثقته في نفسه وافقدته ثقه اللعيبه فيه ازاي هم هيحترموه ويطيعوه وينفذوا اوامره وهم عارفين ان هو بكره اول واحد ماشي يعني انا مش يعني لغز محير وفي نفس الوقت هو متخبط هل ده فريرا بتاع السنه اللي فاتت هل ده اللي هو خد الدوري هل ده اللي هو اللي كان بيتقال عليه البروف اللي هو بروفيسور يعني يقدر يعمل كل اللي اتعلمه منه ده اللي احنا بنشوفه ده ماتش انبي ده فضيحه انت عملت ماتش هاي فنيا قدام الترجي هل تقدر تلعب بنفس الاسلوب ده مع شباب بلوزداد في الجزائر لو عملت ده
انا شايف ان هو طبعا زي ما قلنا فرصته انك انت الماتشين يصعدوك بعكس الاهلي. الاهلي ينتظر نتيجة الصن داونز والهلال. صحيح. لكن انت اثبت لي اديني علامة اديني امارة. وفي نفس الوقت التسريبات اللي طالعه كل يوم بالنسبة ده إيه؟ اخر ماتش ليه مع شباب بلوزداد. لا اللعيبة يعني الكلام ده صدى عند اللعيبة وعند الـ طب الجديد. انت كنت حضرتك بتتكلم على الصفقات الجديدة. طب اللعيبة العادية اللي موجودين برضو تفسيرك بالنسبة لهم ايه؟ يعني اللي هم موجودين لاعبين زي اللعيبة زي زيزو زي اللعيبة زي اللي موجود اللعيبة الاساسية اللي هي مش الصفقات الجديدة تفسيرك ايه ليه مستواهم كده؟ هو المستوى يعني انت لما تشوف نادي الزمالك وفريق الزمالك من ماتش اسوان تحس حالة مش التراجع ده انهيار انهيار سريع مش ممكن يعني الكلام ده ممكن يحصل عندك دروب في ماتش لكن بترجع تقدر تلم نفسك تاني وتلم الفرقة وتنزل لكن لا يعني الاهلي خسر قدام صن داونز ممكن يفوق ويرجع يعني حصل له دروب في ماتش لكن مش هتحصل عنده ومش انهيار كبير كده مش بالحاله اللي احنا شايفينها في الزمالك دي. لا ده يعني زي ما بيقولوا سبحه وفرطت. طيب يقدر يكسب الزمالك هناك؟ احنا قلنا الاهلي يقدر كل حاجه زي ما هي زي ما خسر هنا. هي بص هي يقدر يكسب هي كره القدم يوم بيكون عندك توفيق يعني ربنا التوفيق برضو بيجي باسباب معينه طبعا ما هي ممكن تخدمك انت ممكن تسجل هدف وتخدمك الكرة وتقدر تحافظ عليه وتدافع والدنيا وعدم التوفيق عند الفرقة التانية وتخرج لكن أنا يعني أنت لما ناخدها حسابيا بالمنطق لا شباب بلوزداد فايق غلبك هنا في مصر وهو دلوقتي متقدم يعني لكن وكل شيء وارد في كرة القدم لكن أنت كمان برضو ما تنساش أنك أنت ماتشك مع المريخ هيبقى فيصلي بس لو كسبت يعني ما هوش هو عنده الترجي ما شباب بلوزداد عنده الترجي لا انا هقول انك انت مع المريخ مع المريخ هيبقى داخل معاك في اللعبه برضه صح مش المباراه الاخيره ليك مع المريخ كزمالك يعني انت يرضى تقدر يعني زمالك بالحاله الوضع اللي هو فيه ده يقدر يكسب هسيبك من شباب بلوزداد هتقدر تكسب المريخ هنا بالوضع ده في القاهره يا ما تضمنش يعني لا طبعا فريق يعني. فريق المريخ فايق برضو وداخل في اللعبه يعني داخل في المنافسه الخلاصه معاك. انه الزمالك برضو هو اللي دخل الفرق الاخرى في المنافسه نفس الوضع لايه لانه شباب بلوزداد لو ما كانش كسب الزمالك كان زمان الزمالك هو التعادل كمان هيفرق مثلا صح فبقول لك يعني هي مساله تخضع بقى لظروف الماتشين الجايين طيب انا ما بحبش اقول يعني حاجه تكون ممكن فيها فال مش حلو بس ماذا لو الاهلي والزمالك يعني ودعوا البطوله بص إيه انا ممكن يحصل للاجهزه الفنيه من وجهه انا شايف بالنسبه للنادي الاهلي لو ده حصل لا قدر الله اعتقد انه كولر هيبقى مستمر عادي هو الجهاز بتاعه لان عنده الدوري العام وهو تقريبا شبه حاسم اللقب وهيبقى عنده الاسباب اللي تخليه يقعد يعني ان هو هيقعد يشتغل على العيوب اللي ظهرت يعني لانه قبل ما الاهلي يشترك في كاس العالم للأندية حتى لو في عيوب كانت مش باينه يعني بيعاني شويه في الماتشات بتاع الدوري امام فرق مش مستواها عالي لكن على الاقل كان الأمور ماشي. والسؤال برضو يعني قبل ما برضو حضرتك تكمل لي الإجابة هل في بصمات ظهرت على أداء النادي الأهلي بشكل مختلف عن الموسم السابق لغاية دلوقتي سيبك من النتائج طبعا حلو نتائج في الدوري التيم لا بصمات أداء الأهلي بقى أفضل مع كولر في فترة لأنه لو تلاحظ قبل ما يجي كولر أداء الأهلي كان مهزوز تماما يعني كان في مشاكل كتيره جدا مع كولر الظبط نسبيا لكن بعد فتره ابتدت تظهر مشكله التنظيم الدفاعي تسمح لي نكمل النقطه دي معايا كابتننا الجميل والكبير كابتن عبد الحميد بسوني المدير الفني لفريق الاخضر الليبي النهارده بيفوز على فريق بنغازي بيوصل لنهائي كاس ليبيا وطبعا حاجه جميله لسه طبعا كابتن عبد الحميد لسه يعني بقاله فتره صغيره ولكن الحمد لله ما شاء الله يعني عليه بيوصل لنهائي الكاس حاجه جميله جدا كابتن عبد الحميد ازيك يا ابو كباتن حبيبي
حضرتك يا حبيبي. الله يخليك. الله يخليك كابتن عبد الحميد. تحياتي للأساتذة الكبار. الله يخليك يا كابتن. ألف مبروك. مبروك ليك. والله فيكم يا رب العالمين. مبروك يا كابتن. جميل يا كابتن والله ابن يعني مبسوطين ليك، أنت شخصية محترمة مدرب يعني قدير إن شاء الله. كابتن محمد مش خلصان الساعة 5. رحت جماهير وعاش. البيضاء كابتن عبد الحميد احنا مسمعينك كويس بس الشبكه مش مظبوطه. الصوت بقى يحاول يعني حاول تيجي يمين وشمال شويه. بتقول الجماهير مالها يا كابتن؟ لا كابتن الجماهير الشاهد مش عارفين نمشي من الجماهير. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لاول لرابع مره في تاريخ نادي الاخضر في نهائي كاس ليبيا وخاصه عن طريق اهلي بنغازي اللي هو ديربي كبير معاه. للاسف الشكر. نرجع تاني للكابتن عبد الحميد. طبعا سعيد ليه الحقيقه وسعيد للجهاز الفني كابتن احمد صالح كابتن معتز اينو حقيقه يعني تيم نتمنى له كل التوفيق. قبل ما يرجع بقى الكابتن عبد الحميد اقفل لك السؤال. بالنسبه للزمالك احنا قلنا الاهلي يستمر كولر والى حتى اشعار اخر يعني، لكن جهاز الزمالك لازم نعرف حد يبقى مسؤول عن الفريق يعني لا فيريرا او اسامه نبيه او اي مدرب. ما يبقاش الاثنين متواجدين بالشكل اللي احنا شايفينه ده. يعني لازم مصير فيريرا مصير فيريرا الراجل عايم قاعد مكمل نهايه الموسم قاعد على طول حتى لو هياخد مستحقاته يتكل على الله. طيب كابتن عبد الحميد رجع لنا مره ثانيه. كابتن عبد الحميد يا باسيو بتقول لي الجماهير اخبارها ايه حبيبي؟ اخبار الفرحه ايه عندك بالنسبه لموقف والله انا قعدت عملت اسمعك انا بص اسمع بص الجماهير العربيات يعني. كلها في الشارع ما شاء الله يا كابتن. لا ده فرحه كبيره بس انا يا كابتن انا بقول لك الناس الحمد لله فرحانه بالتاهل للنقاط النهائيه لرابع مره في تاريخهم ونفسهم يحققوا اول بطوله في التاريخ ودي حاجه جميله جدا بتحسب لنا كجهاز فني مصري لان انت عارف ان احنا كنا دايما مدربينا واساتذتنا كانوا بياخذوا الوطن العربي كله. صحيح. دلوقتي الدوري الليبي يعني معظم المدربين اللي فيه موجودين من تونس ومن بره ومن اوروبا فاحنا دلوقتي اصبح سوء المدرب المصري عندنا بالكابتن محمد عوده وكابتن مصطفى مرعي وجوده وتعهدنا النهارده المباراه النهائيه فبنفتح مجال كمان للمديرين الفنيين انهم يرجعوا تاني ينوروا الانديه العربيه لان المدير الفني المصري بيبقى محتاج عوامل للنجاح ينجح. صحيح. ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا ان شاء الله نحقق ان شاء الله بطوله هي الاولى للاخضر الليبي ان شاء الله. ان شاء الله ده اول ماتش ده يا كابتن؟ لا ده هو في النهائي ده تاني ماتش لنا احنا خسرنا مباراتين مباراه في الفدراليه النهائي مع مين؟ تعادلنا 1-1 ولعبنا المباراه في نصف النهائي معاهم واحنا هنلعب مع بكره مع المتاهل مع اهل بنغازي والمدينه وممكن المباراه النهائيه كمان يا كابتن محمد تتلعب في عندنا في مصر ان شاء الله باذن الله تتعمل إن شاء الله. في مصر انا بتكلم من اول ماتش يعني في الدوري الليبي ولعب في الكونفدراليه فده يعني ده يعتبر لا كابتن عبد الحميد في الكاس في كاس ليبيا في النهائي كاس كابتن عبد الحميد انت واحد من المدربين القلائل في العصر الحديث بالنسبه للمدربين الشباب بيحرز بطوله وقدام مين؟ الاهلي فانت يعني متوقعين ان انت كمان ان شاء الله في ليبيا ان شاء الله يا كابتن محمد انها تكون اخويا وحبيبي الاولى ليا برضه مع الاخضر ان شاء الله ان شاء الله بتمنى لك يا كابتن على كل التوفيق شخصيه محترمه يعني مدرب كبير كمان حبيبي يا استاذ ايمن وتحياتي لكم تحياتنا ليك دايما منورين وكل التوفيق ليكم الله يخليك يا حبيبي سلمنا على احمد صالح بقى واينو ان شاء الله موفقين كلكم كلهم يا كابتن بيسلموا عليك اينو وكابتن احمد صالح واحمد سالم طبعا سلمنا عليهم كتير يا حبايبي شكرا كابتن عبد الحميد ومبروك ليك يا كابتن الف مبروك طبعا نتمنى له التوفيق كابتن عبد الحميد من الشخصيات الجميله والمحترمه رائعه لا ممتاز. يعني كل ما بيزعلش حد الحقيقه لا هو محترم طول عمره حقيقة. يعني حقيقة. نفس السؤال بقى اللي كنت سالته بخصوص ماذا لو ودع الفريقين البطوله لا انا متفق مع الاستاذ جمال يعني لازم الزمالك اعتقد انه هيرحل يعني فيريرا هيمشي هو كان في كلام بقى لهم فتره هم حتى الكلام حتى من قبل الماتش الترجي ان هو حتى كان طلع كلام انا يمكن مره هنا كنا قلنا انه
حد انك ان هو كان مع المستشار مرتضى منصور تقريبا حاسمين الحته دي لو مشينا هيبقى ايه السيناريو يعني الفلوس هتتاخد ازاي او الترتيبات يعني هياخد جزء هيسيب جزء ما اعرفش يعني ده كان كلام يعني لكن النادي الاهلي ما اعتقدش النادي الاهلي ده هيبقى المدرب السادس في فتره قليله انه هتغير لا انا اعتقد انه هيكمل الموسم لو كان في لو يعني النتائج ما اتحسنتش في الدوري لان هو دلوقتي انت بتقيمه على بطوله الدوري هو الاقرب ليها هياخد لكن اذا لم يكن هناك تغيير على الشكل في الملعب وحسم الامور دي اعتقد انه لو كان هيبقى في تغيير في نهايه الموسم مش هيبقى في مش دلوقتي لكن الزمالك هو ماتش يعني اعتقد انه ماتش شباب بوليسداد ده هي يفرق يعني لو او عدم وجوده لا في كلام برضو حتى لو كمل يعني في كلام اتقال ان حتى كمل في وانت لو كملت بعد كده بالشكل اللي انت سايبه عايم ده مش ده انت هتغرق على خالص على فيريرا ولا طبعا ده مفيش يعني لا هو هيدي لك ولا اللعيبه هتدي له يعني ده في غرقان يعني انت وقعت في بحر معلش يعني مش في 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 ميه النيل كمان هنقدر ننقذك لا ده ممكن نلقى الزمالك في داخل في العاشر والكلام ده يعني بالشكل اللي احنا شايفينه بالحقيقة برضو عشان ما ننساش الفيوتشر وبيراميدز وجودهم ان شاء الله في الكونفدرالية يكمل صراحة هم عملوا التكتين كويسين قوي التكتين الاخيرتين صراحة حاجة تشرف يعني ونتمنى لهم التوفيق وفرصتهم كبيرة فرصتهم كبيرة يعني مكسب 4 بيراميدز واثنين لا وانت المنافس ليهم هو الجيش المغربي ما هو هو الحقيقة لازم يكسبوا الماتشات بتاعتهم برضه نفس الوضع تكسب خلاص توصل انت الاثنين اي واحد منكم لو حصل حاجة هيقع نتمنى لهم حظ كويس في البطولة بقى المرة دي الفيدرالية حي. بإذن الله طيب انا كنت بتكلم في الانترو على المنتخبات الخاصة بمنتخب مصر للشباب والناشئين القادمين يعني واختيارات المدربين ودي نقطة مهمة جدا جدا يعني بتهم مستقبل طبعا. الكرة المصرية طبعا. وكيفية اختيار المدربين للمنتخبات دي لان احنا ما حدث ما بعد منتخب الشباب وخروجه من البطولة الموجودة على ارض مصر وقابله الناشئين كابتن محمد وهبة كلامه الحديث على الاختيارات المدربين ومين اللي جاب المدرب ومين ما جابش وكلام بقى وتصريحات حصلت من اتحاد الكرة وعندهم حق انا يعني عايز اتكلم فيها وايه اللي يحصل بقى في الاختيارات دي ايه اللي يحصل ايه لازم. المعايير بقى اطلع لفاصل وتقولي لي بعد الفاصل طيب. وجهه نظركم ايه اللي يحصل في الاختيارات القادمه بالنسبه للمنتخبات مصر للناشئين والشباب في الفتره القادمه نطلع لفاصل كمان مع حضرتك كنت بتكلم على موضوع الخاص بمنتخب الشباب وخروجه وما بعد ذلك من اختيارات مدربين بقى للمنتخبات القادمة للشباب تم الاتفاق على عمل كم منتخب 3 او 4 2007 4 منتخبات 2008 الاربع منتخبات لازم يتم اختيار المدير الاجهزة الفنية بتاعتهم بمعايير بجد وليه 4 يا استاذ ما هم 4 او 3 هم المفروض شباب ناشئين وشباب اولمبي انت ايه لا في مراحل سنيه هل المراحل السنيه دي عندها ارتباطات بطولات لازم هو انا شايف ان الجيل الذهبي هو 2005 لازم يبقى له ده ما هو دايما ارتباط. في منتخب اسمه ده الجيل الذهبي جيل 2005 حلو يبقى بناء على ارتباطات المنتخبات دي اكيد هم ما عملوهاش كده يعني مش هيعمل لي طبعا ارتباطات. لما كان انا قريت بس ان الوزير كان قاعد معاهم امبارح فاعترض على مواليد يعني منتخبين قال لهم دول يعني ما لهمش اي ارتباطات يعني لا ده يبقى كلام احنا 2005 و7 8 و9 ايوه دايما يا فندم تكوين المنتخبات ما بيبقاش حاجه لمجرد انك تعمل منتخب يعني لازم يكون برنامج هذا المنتخب وطريقه يوصل افريقيا كاس عالم امال هتعمله ليه ما انت برضه نيجي بقى لنقطه 2005 2007 و8 و9 طيب ما السنين قريبه يعني 7 و8 انا وتسعة مش يعني انا مش دلوقتي بقول ايه المنتخب اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش احنا بنتكلم المدرب احنا اولا بنفكرهم ان زي النقطه اللي انت قلتها يا استاذ ايمن اللي هي نقطه ان المنتخب اللي هيتشكل
لازم يبقى طريقه بطولة أفريقيا وكأس عالم. ما هو مش هتعمله كده أو أولمبياد أو ما أنا بقول يعني لازم في حاجات رسميات يعني بطولات رسمية. المهم بقى في الموضوع اختيار المدربين أو الأجهزة الفنية. نرجو أن يكون هذا بناء على الإيه المعايير الحقيقية الموضوعية. في عندنا مدربين كويسين. جمال عامل معايير بس نتمنى أنها تتطبق. مين اللي بيقول؟ دكتور جمال محمد. أصل أحيانا بتبقى معمولة معايير اللي شفناه في تتركن وما تلاقيش المعايير. الاجهزه اللي كانت موجوده كلها ما تطبقش ولا معيار من المعايير بالظبط. يعني او نقدر نقول ايه يا استاذ ايمن، ما تمش الاختيار افضل لافضل العناصر المرشحه. انت محتاج ايه؟ انا بس عايز ادي مثال كده سريع بمنتخب او منتخبات جامبيا اللي هي وصلت نهائي بطولة أمم أفريقيا للشباب، وهم برضو كان نتائجهم كويسة في كأس الأمم الأفريقية للكبار على فكرة. منتخب جامبيا ده وأنا بحب أقولها على طول عشان أفكر الناس، جامبيا دي نهر في السنغال، يعني جزء كده شريط دولة محترمة نحترمها جميعا. إنما اللي أنا عايز أقوله أن وصول الفريقين دول للنهائي ده معناه ان السنغال واصله للنهائي بفرقتين، يعني انا ما بقولش ان دي تبعهم بس انا بقول أصدق. يعني انا بقول ايه، انه فريق او دوله ممكن يكون مش متوفر لها يا كابتن محمد الامكانيات المهوله. انت هنا عندك الامكانيات برضو، فلانه بيبقى عندك تعداد سكان وعندك يعني ما شاء الله هتلاقي مواهب وعندك امكانيات ماديه بتنفق وتصرف صحيح. على هذه المنتخبات الناس فما يصحش ان انت فكر احترافي يا استاذ جمال. احنا هنا ما بنشتغلش بفكر احترافي، هناك بيحط خطط. انت لما اتكلمت مع فريق سان داونز تلقاه عامل خطط مستقبليه وعنده كم محلل اداء وكم محلل وواحد مدرب للمهاجمين وواحد مدرب للمدافعين وواحد مدرب الناس دي بتفكر هي عاوزه توصل ايه، وفي خطط انت ما عندكش للاسف. طب ما هو ممكن يا استاذ ايمن يبقى هنا انت عامل مدرب للمهاجمين ومدرب للمدافعين ومدرب لحراس المرمى، لا ده من ضمن الجهاز، ومع ذلك انت مش مختار افضل صح. المدربين في هذا المجال. يعني انت هي الفكره الاساسيه ايه؟ ان انت تختار الافراد اولا اللي يناسبوا الرجل المناسب في المكان المناسب. ما هو المعايير، هو ده السؤال. المعايير يعني. المعايير كان مش متذكر مين كان حاطط المعايير، تقريبا دكتور عمرو ابو المجد زمان. ولم تؤخذ بيها واحد منهم، والراجل استقال. راح استقال ليه؟ عشان ما خدوش ولا حاجه من المعايير. يعني انت مقدم وانا بقدم السي في بيقول فاروق وجمال انا لا انا اخترت ايمن. طب وانا والمعايير اللي احنا ما هو على الورق هنحط معايير هل هتطبق؟ عشان كده انا بتمنى ومش عاوز اقول ده تدخل حكومي، انه معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي يعمل لجنه فنيه من بعض الخبراء الاساتذه يعني القدامى في كره القدم وتتحط قدامهم المعايير، مع يبقى الاختيار ما بين اتحاد كره القدم واللجنه الفنيه بمراقبه الوزاره. ما ده محدش بقى يقعد يتصل والنبي كلم لي ده ومش كلم لي ده ومش كلم ده. انا اتحداك من دلوقتي لو ما لقيتش جمال علام جايب واحد، وما لقيتش بركات جايب واحد، وما لقيتش حازم جايب واحد، وكل واحد من بلده هيجيب واحد، وكل واحد مش من بلده يعني صاحبه قريبه صديقه انتيمه هي هتمشي. هل في اداره للمنتخبات في اتحاد الكوره؟ في اداره مدربين. لا اداره كان زمان على ما نوعى كان في حاجه اسمها اداره المنتخبات. لا مفيش. اللي هي بتشمل جميع منتخبات المراحل السنيه. دي كانت تبقى تبع كان المدير الفني الدكتور خطاب للتحدي. عمر خطاب في وقت قديم يعني. دي ما كان المفروض ده المدير الفني للاتحاد يقوم بيها. ما انت عندكش مدير ماشي انت لابد من شخص او لجنه تبقى هي المسؤوله. هنفترض بقى اللي بيحط السيفيهات دي دكتور جمال محمد علي اللي هو ايه مدير اداره المدربين، لان هو اللي هيبقى عنده
يسمح اولا بتلقي السيفيات بتاع الناس ويدرسوها كويس ويتم الاختيار بناء عليها. يعني على الاقل يعني احنا في الاخر عايزين يبقى اللي بيختار يحط مصلحه مصر بس، لا مش مصلحه الصديق ولا حبيب ولا اهم من ده. من اهم من ده يا استاذ جمال طريقه السيستم التدريب اللي هيستمر عليه. لازم نوحد الفكر. يعني لما بنتكلم بنقول المدرسه الالمانيه، المدرسه البرتغاليه، المدرسه الهولنديه، قصه تانية دي. لا انت عشان يبقى كله بيلعب بسيستم واحد ما تجيش نلقاها في الاخر. عارف انا حاسس بايه واحنا كل ما نيجي نقول حاجه نحلها نلاقي حاجه تانية محتاجينها. ان الموضوع يعني عايم بشكل غير طبيعي، وبالتالي عايز رجة كده. طب انا جه واساس مختلف غير اللي اساس اللي احنا كابتن محمد. انا جه في دماغي حاجه خاطر كده امبارح باين او النهارده لما كملنا مجموعه البرتغاليين بلجنه الحكام. تمام. بقى عندك رئيس لجنه الحكام والمسؤول عن التطوير. عندك المدير الفني المنتخب الاول. نرجع في الجاده بقى. نرجع في الجاده. طب ايه المانع؟ انا اقترحت ده. لا ايه المانع؟ كتبت ده وقلت ليه انت مشيته ليه؟ ما الراجل اللي هو الراجل كان بيقول لك عمل بس ما 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 خدش الوقت. ما خدش الوقت ولا الاتحاد. لا ولم يسمح لي بالتدخل. طيب ما نرجعه يرجع بقى كمسؤول عن منتخبات المراحل السنية. لكن انت جايبه لان انا انا كمدير فني مش هقدر اتدخل فيه. لكن لما هم يبقوا برتغاليين مع بعض هيبقى في سيستم توحيد للسياسة التدريبية للفكر الكرو اللي بيلعبوا بيه. والله ممكن يكون الاختيار على فكرة جاي كده بالصدفة. انا افتكرته من الصدفة اللي موجود حاليا. انا افتكرته كمان اكتر. انت لا اللي انت افتكرته انا كتبته. جه على بالك بقى. لا انا كتبته ونزل في الاهرام ان احنا نرجع الراجل ده عشان بعد ما جبنا. هو المشكلة كلها لما كان موجود فنجادة انت مش طالب منه حاجة محددة. المهام الوظيفة عايمة يا كابتن. انما انت لو حددت له انت مشرف على السياسة التدريبية للمنتخبات الناشئين. ما انت محتاج برضو حد مايسترو يدير. بس انا ما كانتش تكفيه خالص يا استاذ جمال. هنشوف حاجة مؤثرة. هو اتظلم. انا في اعتقادي يعني انا المعلومات يعني ان هو قدم تقارير وافكار او خطة العمل ولكنها اتخذت واتحطت في الدرج زي ما بقولوا. ما اتعملش منها حاجه ولا استنوا عايزين يمشوا الناس في الوقت ده كله. لا لازم تبقى مواصفات منتخب او حتى هو لازم تبقى مواصفات الوظيفه اللي هيتولاها تنص على كذا 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 عشان يبقى ده حقه. صح. يطالب بيه يعني. صح. طيب انا عندي فقره نمبر 1 وصلنا لها. اتفضل. ماشي. نبتديها بلاعب تتمنى مشاركته مع نادي الزمالك في مباراة بلوزداد بالحاج ولا ناصر منسي ولا الونش. شوفوا ان ده يبقى مؤثر مين فيهم اكتر تأثيرا. ناصر منسي كفيرو. انا شايف بالحاج لان الونش صراحة مش عاوز اغامر بيه في ماتش ده راجع من اصابة. ويهمني ان انا احتفظ بيه حتى لو الدفاع بالشكل ده. لا ما هو حرام برضو ممكن يخش في حاجة لسه مش جاهز. هو مش جاهز اصلا. طيب نفس الوضع بالنسبة للسؤال الثاني او الاختيار الثاني، مروان عطية ولا خالد عبد الفتاح ولا احمد عبد القادر؟ مروان عطية. وانا معاك مروان عطية. وكان المفروض يلعب الماتش اللي فات. فرص تأهل الاهلي والزمالك يتوقعوا هم يتأهلوا هم الاثنين ولا خروج الفريقين ولا واحد بس اللي ممكن يوصل من وجهة نظركم؟ نمسك العصاية من الوسط خلينا في واحد. اتوقع تأهل احدهم. احدهم. تمام. ما تقدرش تحدد مين. لا ولا انت ازاي. هي صعب يعني. هو الاجابه كده. انا لو انت لو قلت لي الاجابه اللي انت ممكن تتوقعها يعني اسهلهم مين مثلا؟ لا صعب. لا اسهلهم. لا اصعبهم مش اسهلهم. تمام. افضل صفقه في الانتقالات الشتويه من وجهه نظركم بالنسبه للانديه، مصطفى سعد ميسي لسموحه، ايضا حسام حسن لسموحه، ولا عبده يحيى لاعب غزل المحله اللي انتقل الى المصري؟ والله انا شايف عبده يحيى ده لعيب كويس. بجد. حتى ايام ما كان في المحله يعني. تمام. وسموح حسام ما كان طالع كان يعني هو كان طالع ورجع تاني يعني. صح. مين اسامه؟ انا اقول حسام يعني حسام. عشان هو رجع تاني كهداف يعني. افضل مدرب في الجوله 21 علي عبد العال، تامر مصطفى، بابا فاسيليو.
بابا بتاع الاتحاد مش كده؟ لا بابا فصيله البنك الاهلي كسب امبارح بيراميدز ماشي، مع ان تامر كسب الزمالك. لا ما احنا مش ناخدها عصبيات. لا انا مش قصدي يعني هما الاثنين كسبوا فريقين كبار. الفوز كان بالنسبه للبنك الاهلي مهم لانه كان اربع خمس ماتشات او اكتر، كان هو في المركز الاخير ده صعد على صعد بالثلاث نقط دول كتير يعني. طيب افضل حارس مرمى في الجوله 21 ابو جبل، عمر صلاح، عماد السيد. ما نختار اتفضل يعني. اتفضل ازاي؟ اي واحد ثلاثة زي بعض يعني. اصلا ما كانش يعني في طيب ماشي ماشي عمر صلاح. عمر صلاح ماشي. طيب افضل اغلى لقب للاهلي شايفينه ايه بس؟ فاقصي 2006 ولا الترجي 2012 ولا الزمالك 2020؟ لا انا يعني بص، رغم فوز الاهلي على الزمالك بالقضيه ممكن، لكن انا شايف انه اغلى لقب كان هو بتاع ابو تريكا بتاع صفاقسي الشوطه بتاعته. لا لانه الاجواء والظروف والملعب، لكن الاهلي انا شايف الزمالك السلام. اللقاء الاول والاخير في النهائي لغايه دلوقتي هو لو بيتكرر كتير كان ممكن نقول حاجه غير، لا عشان لقاء تاريخي يعني. اي بالظبط، ما انا ده لو بيتكرر كتير في نهائي لا هي كانت مره ومش عارفه تتم تاني ولا ايه. فرصه الاهلي والزمالك لا اصل انت في السنه اللي بعدها الزمالك كان برضه من افضل الفرق في البطوله. لقب ابو تريكا ده ترتب عليه بطولات الاهلي الافريقيه كلها. صح انت دخلت كل حاجه لها تبريرات. صح وبرده الترجي 2012 برده كان ليه تبريرات كلهم حلوين. اي بطوله حلوه يعني طبعاً. في الاخر من 2001 لا انت كنت رايح التعادل كان هيتوجهم. كنت انت عندك هنا التعادل 1-1 وهناك كان 0-0 والماتش بيخلص والدنيا والاهلي ما كانش عنده مثلا غير هي البطولات القديمه اللي ما كانش لا والفوز كان غير متوقع وفي اخر ثانيه هدف قاتل يعني. طيب قبل ما اختم بقى عشان ننهي الحلقه وعشان وقتنا، ايه رايكم في هزيمه لايبزيج النهارده او فوز مانشستر 7 النهارده؟ قول لي ايه رايك في هالاند. هي ليفربول بكره والريال هي دي الكوره بس. عشان الناس دايما كانت بتتكلم على النتيجه 6-5 والكلام ده، ده عادي في كره القدم. انت استمتع يعني. ليفربول خسران 5-2 من ريال مدريد ورجع كسب مانشستر يونايتد 7. الدنيا ما هزتش ولا انا لما بشجع فريق مصري طبيعي ان انا اشجع فريق مصري. الفريق اللي بحبه ما احبش يتغلب كتير كده، لانه ممكن يغلب كتير وممكن يتغلب. لا انا عايز التوازن، ما تكسبش قوي ما تخسرش. يعني ما بهدلش الناس وما تبهدلش. استاذ جمال بشكرك، شكرا بتنورنا وشرفنا والله. ان شاء الله كل التوفيق بقى لفرقنا سواء بقى الاهلي والزمالك وفي شباب بيراميدز، والاخص واحنا بنتكلم بقى على ماتشين صعبين بالنسبه للاهلي والزمالك. التركيز والاصرار وطبعا ان انت بتاخد الماتش بجديه. طبعا ما فيش شك انك ما فيش لعيب مش هياخد الماتش ده بالاخص طبعاً. يعني بجديه سواء الاهلي او الزمالك. اتمنى لهم بس يبقوا في حالتهم في اليوم ده، واكيد يرجعوا منصورين من خلال طبعا هذه اللقاءات. اشكركم وان شاء الله يكون زميلي اسلام صادق معاكم بكره بامر الله. تصبحوا على خير.